اليوم مع تطبيقات مسار الهاتف المحمول وصلت منظومة مسار لمرحلة جديدة، حيث غادي تدخل للهواتف الذكية بثلاثة ديال التطبيقات الإلكترونية، واحد خاص بالأساتذة وواحد بالأمهات والآباء وواحد بالتلاميذ. عبر تطبيق مسار مدرس، الأستاذات والأساتذة غادي يوليو يطالعوا على اللائحة ديال التلاميذ ديالهم وعلى جدول الحصص، ويقوموا بإدخال الغياب والمراقبة المستمرة، كيف ما يمكن لهم يرسلوا الواجبات المنزلية للتلاميذ ويتبعوا إنجاز المقرر الدراسي ديالهم بشكل عادي. الأمهات والآباء ومن خلال مسار ولي حتى هما يقدروا يتبعوا النقاط ديال وليداتهم في الامتحانات والمراقبة المستمرة ديال كل مادة دراسية، ويشوفوا حتى الواجبات المنزلية لوليداتهم طالبين بإنجازها، ويطالعوا على استعمالات الزمن والغياب. ونفس هذه الخدمات راه متوفرة كذلك للتلاميذ من خلال تطبيق مسار متمدرس المخصص لهم. هاد التطبيقات لاستعمالها مجاني، وسيلة جديدة وسهلة الاستعمال من شأنها تساهم في الارتقاء بمنظومتنا التربوية. هذا علاش خصنا جميع إدارة تربوية وأساتذة وأولياء أمور وتلاميذ ننخرطوا في هاد الورش. مع مسار المدرسة قربت منا أكثر.